طيب خليني اخد حضراتكم لخبر تاني، في من بقى محافظه اسكندريه، في جدل حقيقه عند المواطن السكندري بعد تحويل طريق كورنيش سيدي جابر في اسكندريه. تعالوا كده نسمع اراء المواطنين ورد مدير الاداره العامه لمرور اسكندريه اللي هو هاني خير وفي هذا التقرير، ونرجع لحضراتكم. في موضوع النهارده بيؤرق المواطن السكندري وهو اقامه تحويله موجوده عند كوبري ستانلي وخاصه عند المشروع اللي بيقام حاليا. يعني عايزين نطمئن المواطن السكندري نقول له ايه وايه الطرق السليمه ومده التحويله دي هتكون قد ايه؟ هو هقول لحضرتك منطقه الاعمال بدانا في شهر 11 وكان مقرر نخلصها في 30/5. لقينا احنا 27 رمضان كل سنه وحضرتك، 27 مايو هيبقى اول رمضان كل سنه وحضرتك طيبه. المفروض ان احنا قلنا نضغط نفسنا عشان المواطن يرتاح خلال شهر رمضان ونقدر نفتح الاعمال قبل شهر رمضان. المواطن في اسكندريه، بطمن المواطن في اسكندريه لان في اشاعات طالعه ان طريق الجيش بيسمح بالمرور في القادم من شرق المدينه الى وسط المدينه فقط دون العودة مرة أخرى من وسط المدينة إلى شرق المدينة. لا، الطريق الكورنيش يسمح بالمرور في الاتجاهين ما عدا 400 متر فقط في الحارة القبلية. القادم من محطة الرمل ومنطقة الشاطبي اتجاه شرق المدينة ممكن يسلك أكثر من محور. المحاور دي خدناها، بس لو المواطن يلتزم بالإشارات والمحددات اللي عملناها ما خدتش أكثر من دقيقتين في 400 متر المقفولين. ممكن بيدخل شارع الصفواني اللي هو ملاصق لسور مستشفى القوات المسلحة وينحرف يسارا ويستمر في السير في شارع أحمد شاوي اللي هو شارع الترام حتى شارع المعسكر، ثم يسارا هيطلع بعد نهاية منطقة الأعمال. أو احنا النهاردة بنسافلت داخل مساكن القوات المسلحة في شارع 4، في شارع مسرح السلام برضه هيستوعب داخل عمارات القوات المسلحة، هيطلعني على المعسكر وهنحرف من المعسكر يسارا مرة أخرى إلى طريق الجيش إلى منطقة شرق المدينة. التجربة النهاردة ناجحة. الحارة البحرية بس عشان الناس لسه ما اتعودتش مع المشاهدة وإحنا واقفين عملت كثافات، بس كل الكثافات زي ما حضرتك شايفة متحركة ببطء شوية. سيادة اللي هو هاني خير مدير مرور اسكندرية، يعني احنا ليه ما نبهناش على الناس من الأسبوع اللي فات مثلا انه هيبقى اليوم البداية للتحويلة؟ في ناس كتير ما تعرفش، في ناس كتير نازلة أشغالها النهاردة ما كانتش تعرف ان هي ممكن تتعطل، ليه ما تمش التنبيه عليهم من الأسبوع اللي فات؟ هو تم التنبيه من يوم الثلاث، من ساعة ما خدنا القرار بتاع غلق الحارة القبلية عشان نسعف وننهي الأعمال قبل شهر رمضان. هو ده اللي حصل، يعني من يوم الثلاث بدأنا نحدد الاتجاهات الجديدة يوم الأربع بالليل ويوم الخميس والجمعة امبارح. كل يوم كنا بننبه على المواطنين سواء في إذاعة اسكندرية أو على مواقع التواصل الاجتماعي. الشؤون المعنوية في القوات المسلحة كانت أدت أغلب الفضائيات التحويلات بالكامل. يعني مضايقه للناس ومضايقه لينا، ويعني احنا من جليم، والله من جليم لحد نوات بقى بتاع تلت ساعه لحد الان. ضغط جامد جدا، ما ينفعش حتى يشغلوا حاره واحده بس لرجوع. والله بص وحضرتك احنا بنامل باذن الله ان يتم سيوله مروريه في الايام الجايه. احنا هنستحمل كل الضغوط اللي علينا حاليا في سبيل ان احنا باذن الله يكون الطريق متاح لنا ونقدر نمشي بسهوله ويسر. زميلتنا دنيا ابراهيم من اسكندريه بنشكرها على التقرير، واكيد كل اسكندرانيه ان شاء الله هتبقى في سيوله مروريه زي ما سياده اللواء هاني خير قال من خلال التقرير.